انتم الخبز على النار ها شتو ها الطبق ها ها شتو كل شيء طبيعي ها ها شت الخبزه كي دايره كل شيء على النار ها ها حتى الطاجين ديال المغرب ها ها كل شيء موجود المنصب كلش ها شتو الخبزه فين راها كل شيء طبيعي ها شتو عمي احمد كل شيء كاين موجود وكل شيء طبيعي يقول لك ولات اليوم ما كايناش الخدمه العمراويه كانت دير واحد الكاسكاس ديال الحلفه ونسات له التقبه وجات العجوزه ديالها ولقات ما عندوش التقبه قالت لها ويلي والله ما تقبتي لا فورتي هكاك نتوما الرجال اللي غير ناعسين وما تحركوا لان ما خلاش الكاسكاس التقبه قالت لها والله ما تقبتي لا فورتي ها الخبزه طابت ها تاع الطاجين ها جيت نقول لكم الفراح خفت تقولوا له تخرقه ضحك شويه ها والدجاج ها حتى الدجاج حدايا ياكل ها شوف ها الكلب ها المش كل شيء موجود الدنيا ايام العربيه وكلش ها شوف ها هي الخبزه الاخرى ثاني كنطيبها خفت لا يطيح لي التليفون في النار شوفوا الخبزه كي راه دايرها شفت عمي احمد علاش قال نهار مشات دوك الاغاني نتاع سالبا سالبا واش جاي يدير وكل شيء هذاك وديما نفوت على داركم وندير راسي على الدار كاع المحاين فات وانت اللي كاوياني بالنار نهار مشاو دوك الاغاني مشات الدنيا اليوم خرجوا شي موسيقى بوم 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 ماشي ويقرقر ويسب ويصيح بحال الحيوان في الزنقه شوف شوف الخبزه كتبوق ها اي طيب مزين تها وتهود غير راسها شوف ها كل شيء موجود ها ها هما طايبين جوج شوف ها ارخص ها طايبين جوج ها وهنا يا فوق اوكي سميتها ها مغطين هنايا بصحتكم شتو ها شوف كي تجي مزينتها تجي مزينتها شوف درت جوج كيسان خرجوا لي ربعه جوج كيسان ديال الفرينه شويه ديال الخماره ودرت شويه ديال الملح وكاس ديال الماء ولكن انا عندي الماكينه اللي تعجنه وخليته شي ساعه اليوم لان اليوم خلاتني صوفيا شي مره ما تخلينيش يخمروا وخمروا مزيان ها درت النار وها والله الا مزينتو الطياب ديال الدار اوف مزينتو على برا العربيه انا ما نبغيش المدينه نوض. ها انتم كملتها ها الخبز ربعه ديال الخبزه تبارك الله شتوها ها دركا نهزها ونمشي ندير البنتي ها وتعاقلوا ملي كنا نمشيو نديو يصيفطونا مواتنا نديو الخبز علاش انا خرجت من الجيم كانوا يصيفطونها مع البنات قال لي واحد متبعينك غير البنات انا صحاباتي غير البنات غير العيالات ما عنديش كاع صاحبي راجل لاني تمشي لك غير على الجيم والله يديك يفلتك عندي 50 سنه ما عندي صاحبي فعلا صبني ولا عندي واه اما صاحبي راجل مغربي ما عنديش نهائيا يعني تمشى لك غير الجيب ودعاوى الشر والحسد والسم ها الله يتكثر عليا غير العيالات انا واش ندير برجل فمه خانزين غاي عايبو منافقين اش ندير بيهم ها شتا ها غادي نطلقه حتى ما طاحش نضحك شويه ها هالي